تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حافظه الله بزيارة إلى المدفعية الملكية. ولدى وصول جلالته كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة رئيس هيئة الأركان وقائد المدفعية الملكية، وقد تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على جلالته. سلام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى. سلام. وقد تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بتفقد طابور العرض الذي اصطفى لتحية جلالته. وقد استهل الاحتفال بآيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العظيم. يتشرف قائد المرفعية الملكية العميد الركن الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب الجلالة، بعظيم الفخر والاعتزاز تتشرف المدفعية الملكية بتفضل جلالتكم بهذه الزيارة المباركة، معاهدين الله تعالى على خالص ولائنا لجلالتكم ومعربين عن أجل آيات الشكر والعرفان على تفضلكم بهذا اللقاء الكريم على رجالكم. فمنكم سيدي بعد الله تعالى نستمد القوة والعزيمة، وبرعايتكم تتحقق لهذا السلاح الرفعة والتقدم. سيدي حضرة صاحب الجلالة، بفضل رؤية جلالتكم السديدة كان المدفعية الملكية الشرف بالوقوف مع الأشقاء ضمن قوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في عمليتي عاصفة الحزم وعادة الأمل دفاعاً عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق، وستظل بعون الله تعالى على الدوام مسترشدين بتوجيهاتكم السديدة للبذل والتضحية داخل المملكة وخارجها. وفي الختام ندعو الله العلي القدير أن يتقبل شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الواجب الوطني، وأن ينصر الله المرابطين في ميدان العزة والكرامة، ونسأل الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين ويأيدكم بنصره ويسدد على طريق الخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف الرائد راشد خميس الكعبي بإلقاء قصيدة بهذه المناسبة. الله يا واحد ويا متعال، أسايلك بالحمد والأنفال، تسوق سحب معصرات ثجوجها غدق ثقال ودقها همال، ديمية غرابها الخير ينتثر تروي الخباري والشعاب تسال، تنصى ديار خابت القوم دونها بعزوم حكام ثنت الأهوال، ترثة ملوك في سماها تعاقبوا لباسة اليوخ الحمر والشال، ترثة ملوك في سماها تعاقبوا لباسة اليوخ الحمر والشال، من عاد دقف السيف ومزارق الجنا وضرب السناجي تنقض الأفتال، تجع الصغى منه غدا البين فالهم تشعم عدوها وتلطم العيال، كم مسرجوا من خير الأقواع سابج ويا كم وجمعت لو بكوارهم شملال، تهيدوا وش انت يلي ضدهم اخواننا الى محتمين التال، تهيدوا وش انت يلي ضدهم اخواننا الى حربهم انكال، تهيدوا وش انت يلي ضدهم اخواننا الى مقصرت الاجال، حتيش يا من عين ادخيل ملكهم بتموت عادك ما وطيت اليال، والملك ما يوت الهداني ولا الضعيف يا تشود صلف يرتجي الثقال، ألا دوايل ما خف العرباسهم أكوانهم تدعي العدو يفال، بركنهم يفرح أضعاف لا لفوا وبامانهم صم الرمك تيتال، جيدومهم حمد نمى الجود والظفر ومن السطر يرزف بسيف شمال،
ناقل صيف اللي رثع في عدوهم خضب برايب دمهم لا زال. يتشرف المشاركون بقوة الواجب بالسلام وتسلم الأوسمة من لدن سيدي صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى. العقيد الركن الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة. العقيد الركن محمد يوسف الخاطر. العقيد الركن عبد الله راشد البفلاسة. العقيد الركن مسلم خليفة الظهراني. العقيد الركن نايف سعد الخشرم. العقيد الركن صالح خليفة السادة. مقدم ركن محمد يوسف المالكي. مقدم ركن سلطان محمد البعينين. مقدم ركن محمد حسن النعيمي. مقدم ركن صالح إبراهيم البلوشي. رائد ركن مبارك حمد العاثم. رائد ركن مصباح خالد الكعبي. رائد فيصل صفا مطر. رائد نور الدين زين السادة. رائد ناصر مايد ناصر. رائد فارس حمد الرويعي. رائد دعيج خليفة الدوسري. رائد محمد خميس الكعبي. رائد علي أحمد هلال. رائد إبراهيم خليل المهزع. رائد خالد عبد الله الكعبي. رائد حسن علي الرويعي. رائد عادل عيسى الرميحي. رائد عبد الله سالم بعلاي.
رائد علي فارس الرويعي. رائد علي محمد بن هندي. رائد جاسم عبد الجبار الذوادي. رائد خالد راشد الغتم. نقيب أحمد يوسف المناعي. نقيب حمد يوسف الكعبي. ملازم أول الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة. ملازم أول محمد صفا مطر. ملازم أول خالد أحمد الدوسري. ملازم أول حسين محمد الدوسري. ملازم أول صالح حمد النعيمي. ملازم أول فهد يعقوب الماس. الملحقين مقدم إياد راشد المناعي. مقدم علي يوسف البعينين. رائد سلمان دعيجل بن علي. رائد عيسى سعيد بن علي. رائد محمد عبد الله بن علي. رائد أسامة موسى النجيلي. نقيب عيسى حمد السليطي. نقيب أحمد عيسى النعيمي. نقيب عبد الله عقيل الحسن. رقيب أول محمد ناصر عبد الله. رقيب راشد إبراهيم علي. عريف عدنان عبد محمد. رقيب سامي أنور هليل. وكيل رائد محمد إبراهيم.
رقيب حمزة أحمد عبد الرحمن. وكيل خالد محمد فايز. وكيل نايف محمد عبد الله. رقيب أول فهد خليفة فهد. وكيل أول محمد حسن محمد. يتشرف قائد المدفعية الملكية العميد الركن الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة بتقديم هدية تذكارية بهذه المناسبة. وقد أعرب جلالة الملك المفدى رعاه الله عن اعتزازه بجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل وتكاتفهم مع أشقائهم يدا واحدة في عملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أبدوه من كفاءة وشجاعة في هذه المهمة السامية النبيلة، مؤكدا جلالته الحرص المستمر على تطوير وتعزيز قدرات المدفعية الملكية وتزويدها بأحدث المنظومات العسكرية المتطورة لمواصلة أداء الواجبات المنوطة بها مع مختلف أسلحة قوة دفاع البحرين للنهوض برسالتهم الوطنية السامية على أكمل وجه، مضيفا جلالته أن قوة الدفاع موضع الفخر من أهل البحرين ومبعث الاعتزاز والإشادة من إخوانهم من الدول الشقيقة الذين يتكاتفون معهم دائما صفا واحدا في سبيل الخير والسلام، متمنيا جلالته لجميع رجال المدفعية الملكية دوام التوفيق واستمرار النجاح.